بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في ورشة جديدة من ورش عمل جي اف اكس اكاديمي دوت نت. المفترض ان النهاردة او المحاضرة او الجزء الاول اللي كنا هنتكلم عليه هو الخاص بالمودلنج في السينما 4D. احب ااكد للمرة الثالثة او الرابعة مش فاكر ان اللي احنا هنعمله مختلف كلية وجزئية عن البرومو الاصلي اللي محطوط في الموضوع في موقع gfxacademy.net. برومو ما هو الا حاجة قريبة فقط من اللي احنا هنعمله، لان الشغل اللي احنا هنعمله او الورشة اللي هتطلع من gfxacademy فيها كاركتر انيميشن، فيها داينامكس، فيها شغل خاص بالمجراف، فيها شغل خاص بالريل فلو والانتر اكشنز بين الريل فلو وبين السينما 4D. هنتعامل مع حاجات كتيرة قوي مش موجودة في البرومو الاصلي ولا في الشرح بتاع البرومو الاصلي. هنتعامل مع الثينكينج بارتكلز، هنتعامل مع الفراكتشرز، هنعمل حاجة اسمها فراجمنتيشن لأوبجكتس معينة، هنتعامل في ريل فلو مع بلوجنز كتيرة قوي زي الكراود فلو زي او فولوز، هنتعامل مع الساوند افكتور في السينما 4D، هنتعامل مع الميلتنج في السينما 4D والريل فلو، هنتعامل مع المورفنج في السينما 4D. كلام كتير قوي 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 في الورشه دي هيتقال. ورشه الحمد لله زي ما احنا قلنا بالفعل في الموضوع انها لا هي موجوده لا عربيا ولا اجنبيا. الناس اللي افتكرت غلط ان احنا هناخد تكنيكس من الورشه اللي موجوده في الاربع اجزاء بتوع الشرح اللي موجودين بتوع البرومو، يعني اسف ان انا خيبت ظنهم، لكن مفيش اي كلام خالص هيتقال. كل اللي احنا عرضناه حاجة قريبة فقط من اللي احنا هنعمل. كنت المفروض اتكلم النهاردة على المودلينج في السينما، لكن انا قلت ان انا اتكلم على مقدمة بسيطة، او تقدروا تقولوا مش مقدمة، يعني نقدر نقول شوية دردشة في ريل فلو. طبعا يعني اي اصدار من ريل فلو يشتغل، انا هشتغل على اصدار 5، والاصدار 5 اللي انا هشتغل عليه هو الاصدار الستاندرد. بس الاصدار الستاندرد هي في حاجات مش هنستخدمها، لكن عشان الناس اللي اشتغلت على 4.3 او الاصدار 4 ما تستغربش، انا في حاجات مش لاقيها في الاصدار اللي هو 5 الستاندرد اديشن، زي السوفت بوديز، او تحديدا مش السوفت بوديز، حاجه زي الكونسترينت. يعني في شويه حاجات مش لاقيها في اصدار 5 او تحديدا الاصدار الستاندرد، مش عارف او مدورتش اذا كان في اصدار بروفيشنال ولا ما فيش. عامه هو في شويه حاجات مش موجوده في 5 موجوده في 4، وحاجات في 4 مش في 5، لكن مش هتمثل لنا مشكله ان شاء الله في الورشه بتاعتنا. بس انا هشتغل على بلوجن اللي هو اسمه الكراود فولو، لكن اللي عنده اصدار 3 في سكريبت بيعمل نفس الشغل بتاع الكراود فولو. هوريكم السكريبتات دي بتيجي منين، وهوريكم الكلام ده كله بيجي منين. لكن الاول عايز اتكلم زي ما قلت على شوية دردشة عن ريل فلو، يعني حبة بيزكس، حبة حاجات، حبة خواص، عشان بس الناس تبقى عندها فكرة ايه اللي احنا هنقوله، ايه اللي احنا هنعمله. ما يبقاش غريب عليك لو قلت ديمونز، ما يبقاش غريب عليك لو قلت امتر، ما يبقاش غريب عليك لو قلت فيسكوزيتي، ما يبقاش غريب عليك لو قلت انر بريشر اوتر، يعني كل الكلام ده مش عايزه يبقى غريب علينا في الورشه اختصارا للوقت، وعشان نبقى داخلين الورشه واحنا فاهمين الى حد ما ايه اللي احنا هنعمله، ايه اللي احنا نتكلم عليه. نفتح ريل فلو. طبعا ريل فلو اول ما انت بتفتحه هيطلب منك انك انت تعمل سيف لمشروع جديد. طبعا من هنا اعمل براوز وسيف مكان ما انت عايز، واوتوماتيك بياخد الفول باث هنا. تعالوا ناخد او نخلي البروجكت نيم بتاعنا، نخليه ستارت ونقول له كرييت نيو بروجكت. اول ما بيفتح لك النافذه دي، انا طبعا مش هشرح بالتفصيل، لكن هتكلم على ايه اللي احنا نستخدمه. في عندك على الجنب الشمال في عندي حاجه
تمام اسمها النودز، وحاجة اسمها الجلوبال لينكس. واللي عنده اصدار 4 هيلاقي القايمة دي موجودة على اليمين برضو، بس هيلاقيها مقسومة 3، هيلاقي نودز وهيلاقي جلوبال لينكس وهيلاقي حاجة في الآخر اسمها اكسكلوسيف لينكس، هي موجودة هنا على الشمال. لو ضغطنا دبل كليك هتظهر بالشكل ده كده. هو ترتيب نوافذ ليس إلا يعني، أو ترتيب بانلز ليس إلا. إيه الفرق بين نودز وجلوبال لينكس واكسكلوسيف لينكس؟ هنقوله واحنا شغالين. طبعا عندي هنا الفيو بورت زي السينما 4D بالظبط، لو مسكت الت وبالكليك شمال بتاع الماوس اقدر ان انا اتحكم في الكاميرا، كليك يمين اقدر ان انا اتحكم زوم ان وزوم اوت، وبالميدل كليك على السكرول اقدر ان انا اطلع وانزل بالكاميرا. طبعا الزوم ان واوت برضه بدل كليك يمين والت ممكن بالسكرول بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. طبعا ده البرسبكتيف فيو، اقدر لو ضغطت على رقم 1 يجيب لي التوب فيو، رقم 2 يجيب لي الفرونت، رقم 3 يجيب لي السايد، رقم 4 يرجعني برسبكتيف، مفيش 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8 ولا 9. طيب تمام قوي كده، ده بالنسبه للسنجل فيو. لو انا عايز 4 فيوز هقوم جاي ضاغط على الايقونه دي هيعمل لي سبليت، او هضغط على دي واقول له كواد فيو وفي سنجل فيو. طبعا انا هنا في المود بتاع السنجل فيو، ممكن اقول له الكواد فيو فيغير لي الفيوز بتاعي بالشكل دوت كده. اضغط هنا تاني واقول له سنجل فيو فيرجعني للمود مره تانيه. عندي هنا في اليمين النود بارامترز، قايمه لايرز دي مش عايزها. النود بارامترز دي اللي بينزل فيها الخواص بتاعت العقد او الاميترز او الديمونز او البلاجنز اللي احنا بننزلها في البانل بتاعت نودز. اول حاجه هتعامل معاها فريل فلو، هنشيل المسجز دي. اول حاجه هتعامل معاها فريل فلو هي الاميترز، هي الاميترز، الاميترز اللي هي البواعث اللي بتطلع لي البارتكلز. برنامج ريل فلو للناس اللي ما تعرفوش هو برنامج بارتكلز وفيزيكس، كل الفيزيكس كل السيميوليشن اللي في ريل فلو بتعتمد على البارتكلز. عشان اجيب الاميترز هروح للايقونه اللي هي ثلاث دوائر زر، اضغط عليها هلاقي في اميترز كتيره جدا 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 اقدر ان انا استخدمها حسب الديزاين بتاعي. مثلا لو خدنا سيركت، طبعا يعني ثلاث ارباع الخواص مشتركه بين ده كله، واحنا مش في حاجه ان احنا نتكلم على ده كله، والواحد ناوي ان شاء الله يعمل كورس في ريل فلو، لكن مش عارف ان كان هيتعمل ولا لا، والله اعلم. يعني لو احنا رحنا لسيركل هنلاقي ده شكل الاميتر. مجرد ما الاميتر بينزل لو انت خدت بالك نزل في النودز ونزل في الجلوبال لينكس. طب ليه بينزل هنا وليه بينزل هنا؟ لان ريل فلو باي ديفولت بيعمل لينك بين كل الاوبجكتس وبعضها. يعني لو انت حطيت قدام الاميتر ده بلين او ارضيه مثلا، خلاص البارتكلز هتنزل هتشوف الارض وتصطدم بيها. ليه؟ لانها معاها في الجلوبال لينكس. اذا هو ريل فلو باي ديفولت بيشوف كل حاجه وبيتفاعل مع كل حاجه، او البارتكلز بتتفاعل مع كل حاجه والاجسام بتتفاعل مع بعضها بحكم انها باي ديفولت مربوطه بالجلوبال لينكس. الاكسكلوسيف لينكس بحتاجها لو انا اشتغلت على الديمونز اللي احنا لسه هنتكلم عليها ان شاء الله في واحنا شغالين. يعني لو احنا رحنا للاميتر عملنا سيلكت، بنلاقي الناحيه الثانيه اوتوماتيك على طول جاب لي البارامترز بتاعته. في قائمه نود الحاجات العاديه جدا اللي احنا عارفينها من اي برنامج 3 دي، لو ضغط عندي السيميوليشن، وفي الحاله دي لو انا اخترتها اكتف اذا ريل فلو هيبدا يحسب الداينامكس والفيزيكس بتاعه البارتكلز لما تخبط في اي جسم موجود في السين. لو انا خليت البارتكلز دي ان اكتف خلاص معناها ان البارتكلز لو ضربت او قابلت اي بلان اي اوبجكت مش هتبص له خالص ولا كانه موجود وتخترقه وتعدي. طب انا عمال من الصبح اقول اوبجكت اوبجكت، طب الاوبجكتس بجيبها منين؟ ريل فلو ممكن اخد من 3 دي واحط له مفيش اي مشاكل وياخده بالانيميشن بتاعه كملف او بي جي، وده افضل امتداد يخش لريل فلو. لكن هو نفسه فيه شويه اوبجكتس،
طبعا ما حدش يقدر يقول ان انا هعمل موديلنج في ريل فلو. ريل فلو ما هوش برنامج موديلنج. اوبجكتس اللي موجوده في ريل فلو اوبجكتس بدائيه جدا جدا جدا، تقدروا تقولوا عليها ستاندرد بريمتيفز. لو انا رحت للاوبجكتس منيو اللي هي الكيوب، اضغط عليها واسيب عندي كذا حاجه اقدر ان انا اشتغل عليها، هروح اخد الفاز تورس، هاخد التورس بالمنظر ده كده. طبعا بينزل لو بولي، محدش يفتكر ان ده هينزل سموز قوي كده زي ما هو نازل. هروح للنود بتاعته، بلاش التورس شكله مش عاجبني. هناخد ممكن ناخد البلين، يعني خلينا مع البلين، وتعالوا نرفع طبعا هنا الموف. طبعا الاول اسف نسيت اقول لكم ان دي السلكشن، الموف، الروتيت، السكيل، ودي الاكسس. خلاص طبعا لو انا كده يبقى العمليات مش هتبقى على الاميتر ده، العمليات كده هتبقى على الاكسس نفسها بتاعت الاميتر. نرجع للاكسس او للسلكشن، اشيل اكسس عشان اشتغل براحتي على السيركل او الاميتر، واسيبه وارفعه فوق بالمنظر ده. طبعا انا قلت من شويه ان انا عامل سيميوليشن اكتف. طب لو انا عملتها ان اكتف ورحت عملت سيميوليت، طبعا كده ولا حاجه ولا الهوا. ليه؟ ان اكتف، مفيش اي حاجه، يعني كان ده مش موجود. لكن لو رحت هنا ورحت ضاغط هنا وعملته اكتف وجيت عملت سيميوليت، بدا ينزل البارتكلز، وزي ما انتم شايفين اصطدمت بالبلين. طبعا احنا مش شايفين البارتكلز، فهروح اخلي اسلكت البلين عندنا فوق هنا اللي هي الفيوز او الشكل بتاع ظهور. طبعا عمال اتكلم بالعاميه مش عايز اتكلم بمصطلحات خلاص، فالناس البروفيشنال معلش تستحملني شويه. نخلي شكل الظهور بتاع البلين يا اما باوندنج بوكس، يا اما واير فريم، يا اما شيدد، يا اما اللي هو اخر حاجه اللي هو السموز شيدد. فانا اخليها واير فريم بحيث نكمل ونشوف الشكل بتاع البارتكلز. طب ليه البارتكلز ضربت في البلين؟ لان هو معاها في الجلوبال لينكس. طبعا نعمل ريسيت عشان نرجع للاول مره تانية. نرجع للسيركل، عندي طبعا هنا البوزيشن طبعا اكس واي وزد، عندي الروتيشن اقدر ان انا اعمل روتيت مثلا على الاكس وليكن ب 90 درجه، خلاص فهيبقى بالمنظر اللي انتم شفتوه ده. خلاص ممكن ارجعها زيرو مره تانية. ممكن اخد بالروتيت واشتغلها كده تمام بالشكل ده. طبعا هنا زيرو وهنا سالب 180 وهنا سالب 180 بالشكل ده كده. اصبح كده البارتكلز هتضرب او هتطلع لفوق بالشكل ده كده. وكويس ان احنا عملناها بالشكل ده علشان نقدر نتكلم في ازاي ان احنا هنشد البارتكلز دي لتحت. طبعا عندي بعد كده السكيل، اقدر ان انا اتحكم في السكيل بتاع الاميتر. طبعا ممكن اقول له نص ونص ونص، انا بحب الارقام احسن من الادوات نفسها. عندي بعد كده لو انا نزلت لحاجه اسمها التايب اللي هو نوع البارتكلز اللي هتطلع، هل هي ليكويد؟ في عندي بدل ليكويد عندي الاستكس، وعندي سكريبت، عندي جاس، لكن انا هشتغل على ليكويد. ريزوليوشن اللي هي مدى الجوده بتاعه المحاكاه، وبمعنى تاني الكثافه. لو انا رفعت دي لخمسه طبعا مشكله، زي ما احنا شايفين البارتكلز بقت اكتر من الاول بكتير. خلاص ده بالنسبه للريزوليوشن. طبعا ما ترفعش الريزوليوشن قوي لان ريندر فظيع بصراحه. الدنسيتي خلاص اللي هي نقدر نقول عليها الكثافه، لو انا قللت الدنسيتي مثلا خليتها 30، خلاص زي ما انتم شايفين كده بقى في جابس او بقى في فتحات بين البارتكلز
وبعضها ما عادتش كثيفه بشكل. نخليها 1000 او خليها 500 على اعتبار ان ما بقاش في كثافه جامده قوي. عندي الانر بريشر اللي هو الضغط الداخلي، تمام، عامل زي بالظبط زي ما تكون انت ماسك خرطوم او مضخه ورحت فاتح حنفيه مره واحده فبتطلع بضغط شديد. طبعا هنا واحد انا هرفعها لكم خليها 50 عشان تشوفوا المنظر او الشكل زي ما انتم شايفين كده، كانها بالظبط حاجه كانت ضغط عليها وسبتها مره واحده. طبعا 50 عاليه قوي، نخليها مثلا بتاع 10. ده لو هنعمل شويه راندومايزيشن بس بالمنظر اللي احنا شايفينه. اعتقد انتوا خدتوا بالكم ان الشكل ده قريب الى حد ما من اللي احنا هنستخدمه في الورشه، لكن مش هنستخدمه كده. نيجي للاكسترنال بريشر، اظن واضحه، اللي هو ضغط خارجي، يعني كانك بتضغط على السائل من بره. خليه مثلا وليكن 5، يعني مساله نسبه وتناسب. خلاص فكده زي ما انت شايف البارتكلز اتلمت حوالين بعضها بعض الشيء او اتلمت جنب بعضها شويه. عندي الفيسكوزيتي، خلاص تقدر تقول عليها اللي هي الكثافه، تمام، او اللزوجه مش الكثافه. لو انا رفعت الفيسكوزيتي دي خليتها 10 خلاص وجيت عملت سيميوليت شفت البارتكلز ماسكه في بعضها قوي. على فكره واحد يتلخبط بين الفيسكوزيتي وبين الدنسيتي، خلاص الفيسكوزيتي البارتكلز دي لو انت خليت جسم يخبط فيها تحس انك انت شفت لما ترمي كره صغيره في 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 ايه جوه عسل، خلاص بتترمي بعدين تغوص لان اللزوجه بتاعه عاليه. هي نفس القصه بتاعت الفيسكوزيتي، تمام. فانا ممكن لو انا عايز اقلل ممكن اخلي الفيسكوزيتي بواحد، خلاص في الحاله دي هنلاقي الدنيا سايبه. طب ماشي. طيب عندي بعد كده بعد كده بعد كده فوليوم. فوليوم طبعا لو انت خدت بالك ان الميتر ده مفيش بارتكلز فيه من اول ما بدا، هو بيطلع على طول. لكن لو انا قلت له الفوليوم بواحد، تمام، زي ما انت شايف هو اساسا حاطط بارتكلز وبتبدا تتفكك زي ما انت شايف بالشكل ده كده. طبعا لو انا ده لو انا محتاج خلاص طبعا ممكن اقول له 10 خلاص واعمل سيميوليت هلاقيها اتفكت بالشكل ده كده. طيب على سبيل المثال انا هرجع ده بزيرو، مش عايز فوليوم. طبعا عندي بعد كده السبيد، شفتوا السبيد بقى بكام؟ بصفر. لو عملت سيميوليت مفيش. اذا من ضمن الطرق اللي بعمل كل او بقفل البارتكلز او خروج البارتكلز هي السبيد. ممكن اخلي السبيد بواحد خلاص واعمل سيميوليت هلاقيها بالشكل ده كده. وعلى فكره لما انت بتلاقي ان في اوبجكت انت مطلع منه سائل والسائل نازل مقطع من الاوبجكت، المشكله ساعتها بتبقى في السبيد، لان السبيد لو قليله خلاص السائل بيطلع على دفقات وبتبقى بينها وبين بعضها مسافه. على فرض ان انا خليت السبيد بخمسه زي ما انت شايف ما عادش في فرق بين الميتر وبين السائل. لو في فرق بيبقى الفرق اللي احنا شايفينه ده اللي هو الخارجه والنازله دي. طبعا عشان الغي الفرق ده، لا الفرق ده عشان يتلغي بعمل حاجه اسمها البيرنت، او ان انا بشبك الاميتر ده مع اوبجكت تاني زي النال اوبجكت واخلي هو اللي يعمل درايفنج لعمليه خروج البارتكلز. كمان لو انا خليت السبيد دي رجعتها مثلا 2، في عندي حاجه اسمها الفي راندوم والاتش راندوم. طبعا لو احنا شايفين هي طالعه يعني يعني سايبه بعضها شويه، وده نتيجه ان انا عامل انر بريشر عالي، لكن ممكن اخليه 5 هو كمان خلاص فتطلع بالشكل كده. بقت معقوله شويه وبقت شبه الورشه اللي احنا شفناها. لكن انا على سبيل المثال لو رجعت دي بواحد ورجعت دي بواحد وجيت عملت سيميوليت لقيتها طالعه بالشكل ده. طيب انا لو انا مش عايز ان انا ازود الاكسترنال بريشر ولا الانر بريشر، هروح للفي راندوم اللي هو الفيرتيكال راندومايزيشن. لو انا عملتها مثلا بواحد وجيت عملت الاتش راندوم بواحد هلاقي ان خروج البارتكلز زي ما انتم شايفين ما عادش منتظم، بس زي ما انت شايف هي خارجه ماشيه في اتجاه واحد خلاص، لكن عدم الانتظام اصبح على مستوى الـ 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 السطح بس، مش على مش الحركه. الحركه كانت بالانر او الانترنال بريشر والاكسترنال بريشر.
طب لو انا زودت الهوريزونتال خليتها 3 وجيت عملت سيميوليشن بقت بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. طيب اوقف السيميوليت وارجع واعمل بلاي بقت بالمنظر ده. ده بالنسبة لخواص الامتر اللي قلته على السيركل يمشي على اي امتر هينزل. الجزء الثاني من المحاضرة دي هتكلم شوية عن الديمونز، وطالما هتكلم على الديمونز يبقى هتكلم على الجلوبال لينكس والاكسكلوسيف لينكس. اشوفكم في الجزء الثاني. كان معكم مهندس احمد الرحمن رياض من فريق عمل جي اف اكس اكاديمي دوت نت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.